عودي معكم لمتابعة عالم الصباح لليوم الجمعة 5 أيار 2017. ارتبط اسمه بلبنان، ارتبط اسمه وانتشر أيضا برات لبنان بالعالم العربي والعالم كله. بالفعل شيء بشرف وبيض الوجه، لأنه صار مقصد للسياح وللعالم كله يلي بتمرق، إن كان ببيروت إن كان بكل المناطق اللبنانية أو بأي بلد عربي. صار إذا مسافرين من بلد لبلد ضروري يكون معكم هالكيس يلي مكتوب عليه باتشي، يلي بيضم كتير قصص، عالم واسع ما بيخلص. طبعا نحن قادمين على موسم الأعراس، وحبينا نحن وياكم ناخد أفكار جديدة للأعراس. كتار منكم بدهم أفكار، وكتار منكم بدهم يروحوا لعند باتشي. رح نعطيكم يمكن مثل صغير اليوم بحلقتنا، ولكن أمثلة كتيرة فيكم تشوفوها بصلاة العرض يلي موجود ان كان بلبنان او خارج لبنان. ضيفتي طبعا برحب فيها الدائمه اللي بتحكي لنا عن باتشي بشكل راقي جدا، سيدي اولغا الهندي، مديره العلاقات العامه بباتشي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، ميرسي يعني على المقدمه الحلوه. يعني قد ما حكينا عن باتشي، نحن بنعرف انه شيء ببيض الوجه وصنع في لبنان، يعني نحكي عن شوكولا سويسري ولكن الصناعه اللبنانيه، بنحكي عن شوكولا فرنسي ولكن الصناعه اللبنانيه، بنحكي عن اي مواد بتستعملوها من خارج البلد لكن بتصير بذوق لبناني راقي ورفيع، بنشوفه دائما قدامنا بصلاة العرض عندكم اولغا. يعطيكم الف عافيه وثانكيو، ما لكم ثانكيو لباتشي على كل شيء عم بيقدمه. ونحن بنشكر استضافتكم وبنحس حالنا ببيتنا مع عندكم نحن فعلا، ولهالمقدمه الحلوه ثانكيو اولغا. بدنا نبلش بالاعراس، يعني وقتها هلا شايفين نحن قدامنا مجموعه ما قلنا قلب ندق فيها. طبيب يتضيف منا ولا لازم تضلها هيك او يعني اذا ما نخربت شوي حرام يعني لا نحن قصدنا تكون كتير حلوه وتشهد شد الشخص لحتى يتضيف منها. نعم. فعلا تشكيله كل سنه باتشي بيتحدى حاله. نعم. ودائما كل سنه في عنده ابداع بإطلاقة الكوليكسيون تبع موسم الاعراس بكل اول بدايه اول الصيفيه. هالسنه التشكيله الصيف وربيع وصيف 2017 داخلها الوان قويه جريئه وحلوه مثل ما دارجه بصالات بالموضه العالميه، ولكن مدخلينها فاتت بشكل كتير كتير ناعم. نعم. يعني عطينا في ناس قد ما هي كانت قويه، عطينا بطريقه راكيه، وداخلها دائما اكسسوار لحتى يعطيها كمان روكي اكثر وفي ناس اكثر. يعني وقت نشوف هالطاوله قدامنا هلا اللي فيها الكيك، اللي فيها البوتي فور، اللي فيها الدراجيه، اللي فيها الشوكولا، يعني عم نشوف قدامنا مجموعه كبيره، وعندكم دائما السهل الممتنع. يعني حتى الشخص اذا بده ياخذ الشوكولا في عليها الملبسه ما بقى يمد ايده مرتين، يعني هيدا هالقد فكرته بتفاصيل قريبه من العالم اللي بتتضيف. حتى السنه طالعه حبه شوكولا كثير حلوه، على بمجرد ما قلت لي في الملبسه، السنه طالعه حبه شوكولا كثير حلوه، يعني هيدي سميناها نحن 3 in 1. نعم. عندك اخذ الضيف الملبس الشوكولا بطريقه حلوه شكلها، وبنفس الوقت في الرينج اللي بيفوت بثلاث اصابع بكل الايدين بيمشي مع حبه اللولو، لانه اللولو كمان درجه بينلبس. يعني كل الاصحاب للعروس. نعم. بيكونوا لابسين كلهم مثل بعضهم، يعني بيكون كادو واخذ ضيافته بفرد ضيافه وحده. بقى بما انه حطينا حبه اللولو، بما انه ده كمان درجه اللولو السنه كثير، صدقني وقت تكونوا حد بعضهم كتير حلوين، يعني وأفكار حلوة ودارجة كتير من الألوان مثل التركواز الغامي، مثل الأصفر. ليك الأصفر هون قدي حلو، قدي مشغول بطريقة حلوة، وداخل له هالأكسسوار الناعم كمان بالألوان القوية. السنة مدخلين الأبيض. نعم. والأبيض كاسر اللون القوي اللي عطينا اياه. فعلا الألوان قدامنا بنشوف منظر مفرفح، يعني ما يعني قد ما دخلت ألوان قوية بضل منظر فرفع، وكأنه من دون ما نعرف انه باتشي، نعرف انه باتشي من دون ما يكون مكتوب، نعرف انه هيدا التصميم وهيدا الشكل هو لباتشي، اللي هو مش موجود ولا مطرح تاني بالفعل. يعني اسمكم منكم بسبقكم. الكيك اللي شايفينه، طب هيدا الكيك شو بيتاكل مثلا؟ ولا هيدا الكيك عن جد انعمل للديسبلاي، بنحط بي 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 بالبيت، يعني وقت العروس نهار عرسها او بكتب الكتاب. نعم. هو نحن كنا عاملينه بالديسبلاي عندنا بصاله العرض، وفي
فعلا كل اللي قبال كتير، هو منه بس عرض يعني، هو ضيافة بحد ذاتها، لأنه من فوق في الورد بيرجع بينزل الشوكولا تحته، بيرجع بينزل المرسبين تحته، يعني تو إن وان، الضيافة وبنفس الوقت ديكوراسيون. حلو كتير، بينعمل بكل الألوان، بما أنه نحن بنصنع الوردة كمان يعني بنعمل لهم من كل الألوان مثل ما طالب العروس. موتيف الشوكولا. مدام أولغا، يعني بنعرف قديش أنتو الزجاجيات والفضيات عندكم يعني بتنشهروا فيها وبتشتهروا فيها، وبنشوف قديش في موديلات راقية، إن كان من البونبونيير للأعراس أو للعمادات أو يعني لكل المناسبات. موجود عندكم بونبونيير كتير حلوة، والأسعار كمان جدا مدروسة نسبة للنوعية اللي عندكم إياها، اللي فيها جارانتي 5 سنين، وعندكم كأنه تصنيع فضة لإلكم خاص، يعني بمصانعكم الخاصة لباتشي. خبرينا شوي بس عن هالسكشن هيدي. هلا نحن لما بنقول سوفينيرز، نحن كتير مشهورين بسوفينيرز، يعني كل العالم تتوجه لباتشي لأنه العمر من اول ما انطلقت انشهرت بالسوفينيرز. بس السنه اكثر واكثر، يعني كل سنه عم نلاقي انه صار في قبيل اكثر على سوفينير الفضه. لهالسبب باتشي بينزل فضه الكلاسيك والمودرن، متطوره اكثر بالمودرن كمان كثير حلو، لانه في عند يعني دائما بالكلاينت في عنده ذوق المودرن او ذوق الكلاسيك. واكثر شيء كمان مثلا مثل هالكارج اللي عندنا اللي على الطاوله، هيدي صرنا بيعين كثير منها، هيدي هاند ميد على ايادي، دائما بيتصنعوا على ايادي حرفيين بالمصنع عندنا بمصنع الفضه، وكثير في مبيع، وخصوصا بهاردز بلندن، يعني عم نلاقي مبيع للفضه وطورناه. صرنا مثلا في عنا جارانتي لمدة 5 سنين، هيدا الشخص الوحيد يعني باتشي الوحيد بتاعت الجارانتي لمدة 5 سنين. إذا صار له شيء القطعة كذا نحن بنقدر نرجع نصلحها، وهي ما بصير له شيء لأنه بس نحكي هالمنافسة القوية يعني بدول عربية بدول أوروبية وبلندن، يعني منافسة باتشي وعم بيكون بالمراكز الأولى، يعني هالثقة وهالكرياتيفيتي اللي موجوده هي لمين بتعود الفضل؟ يعني هو الاونر كثير مزبوط، يعني دائما في عنده جروب حواليه بيقدموا له كذا عرض، ودائما جروب باتشي كثير بحب التحدي، يعني دائما في عنده لازم كل سنه يطلع اقوى، وصدقني كل سنه بنقول اوف هالكوليكسيون شو حلوه، بتطلع بالسنه اللي بعدها افكار غريبه واجمل واجمل، وبنفس الوقت كل هالافكار بتضلها محافظه ان كان بعرض المودرن او بعرض الكلاسيك، بضل حافظ على الروكي وعلى النعومه اللي بضل اللي مشهور فيها باتشي. يعني الواحد بيكون عم بيعمل بيته بصير بياخذ وبيعطي مع المهندس، بيعطي ذوقه بيقول شو بده ببيته، ان كان مودرن او كلاسيك او يعني كيتش، كل هالقصص هيدي. هلا انتوا العروس اجت لعندكم هي والعريس. نعم. وعندها براسها فكره معينه، هل بتفرضوا عليها افكاركم ولا هي فيها كمان تتعاون معكم هي شو عبالها وتدمجوا بين الاثنين؟ لا، من المعرفين نحن عندنا جروب للكاستمايزد اوردر. نعم. اكيد لما بنكون صحيح عندنا تشكيله كثير كبيره بصاله العرض، بس لما بيكون عندها تيم معين في جروب بلحقها من دقائق زاد مثل ما بيقولوا. نعم. بينفذوا لها طلبها وبحطوا لها كل هالضيافه الحلوه، وبنبلش حتى من كارت العرس، من كارت العرس اللي احنا نعمله من السوفينير. وهلا الجديد تباتشي هو علبه السوفينير، في لها كمان ساك لها كيس. نعم. بنحط فيها السوفينير بلون علبه السوفينير ومثل الكارت كمان، يعني هالقشة اللي بتظهر بالضيافه كامله، الكيس مع علبه السوفينير مع الديكوراسيون الحلوه والشوكولا، لما بكون كلهم متبع مع بعضه، هيدا بكون العروس او العريس مبسوطين مرتاحين كلهم قدام. بما انه قلتي او العريس، كمان شكله في عندكم ضيافات خاصه بالعريس، يعني خصصتوه حتى تكون تختلف عن ضيافات العروس، وخصصتوه بالبابيون مثل ما شايفين هون. مزبوط. بعرف اذا فينا نشوف عمر البابيون اللي على الطاوله حد الشمعدين. هلا في على الشاشه صاله العرض نحن عندنا بالداون تاون. في عندك تشكيله اكيد دائما الكلاسيك الابيض والبيج دائما بيكون نازل. هيدي كوليكسيون للكوكيز اللي دائما بتتغير وبتغير موديلاتها، وفعلا الشوروم بالداون تاون كثير حلوه. بس مثل ما تفضلتوا حضرتك قلت الكوليكسيون تبع العريس، سنه ام العريس كثير مبسوطه منها. لانه كبرنا للتشكيله، صار في عندنا توصال دغري بتقول
هيدا طلبي. والجديد كمان السيجار اللي اخذ كتير سكسي اللي عليه كرافات للعريس كتير موفق، العريس مبسوط بيبقى هو اصحابه بياخذ سيجار او شوكولا اللي عليه كرافات انه هيدا سي ماسكولان، بينبسط فيه انه مش بس الليديز لهم شيء خاص فيهم الورده، كمان العريس له شيء خاص فيه. بدنا نقول حتى نقرب العالم اكثر من باتشي حتى ما يخافوا من الاسعار، يعني نحن ما نقول لهم انه هي الاسعار بمتناول الجميع، اي بادجت فيه يلاقوا عندكم لقاله عرس وضيافة وتام معين. فعلا من كل الأسعار موجود، يعني مين ما بيجي لعنا كل الأسعار موجودة، وبينقذوا أنه باتشي في من كل الأسعار، يعني بكونوا أخدين عن باتشي أنه قدي بيعطي حلو باتشي. نعم. بيبقوا شوي نقزنين بس نحن في عن جد من كل الأسعار. يعني عادة منكون بالسوق منفوت لعندكم نعمل حالنا عم نتفرج لنضيف شوكولا قد ما طيب طعمي. نحن بننبسط فيكم على وسام فيكم انتم كرمه كثير بنعرف وانتم بتستاهلوا كثير كمان. بقى بس في طعمات جديده كمان انضافت السنه عندكم. مزبوط، نحن كل سنه بندخل طعمات جديده ومن ضمن هالطعمات دائما اربعه او خمسه، في عنا المانجو الكراميل سالي، عنا الكثير طيبه كمان الروشيه طلعت السنه اللي هي فستق حلبي كروكان مع الشوكولا اولي. كثير طيبه كمان، يعني هل يعني في كتير طعمات طيبين بس هول اللي نزلوا السنة مميزين. نحن بنعرف بالداون تاون في فرع كتير كبير، طوابق كتير كمان تستقبلوا فيها العالم بشكل واسع، ولكن أيضا بكل المناطق اللبنانية بنقدر نلاقي هالكولكشن اللي شايفينها قدامنا. مزبوط، بكل المناطق اللبنانية هن 21 فرع بلبنان. نعم. وحتى برات لبنان بتنقي نفس الكولكشن. نفس الكولكشن. نعم. وكل واحد بيقدر ينقي على ذوقه كمان. لنرجع للزجاجيات، هلا أنا بدي أعطيكي عن تجربتي بالفضة، أنه يمكن أنتم بتعطوا عليها جرانتي 5 سنين مثل ما قلتي. مزبوط. ولكن بتصور بتضاين أكثر بكثير. ايه. أنا عن تجربة خاصة. عن تجربة خاصة فعلا. نعم. حضرتك بتجي على باتشي دايما وبنعرف قد ايه بتحب باتشي، والكوليكسيون تبعنا فعلا تبع الفضة كبيرة واسعة، والجارانتي على 5 سنين وكثير ممنونين. حتى بالفضة إذا ملاحظ هذا السوفينير. نعم. عنا اللون الذهبي كمان مغطس بالذهبي مع الكريستال، عم نشتغل قطع الكريستال مع الفضة. أكيد في كريستال وحده وكريستال مع الفضة اللي ملاقي كمان كتير قبال على الزبونات كمان. نعم، بدنا نقول انه من الشمال للجنوب للبقاع لبيروت لكل المناطق 21 فرع ممتدين مع افكار جديده مع كرياتيفيتي لا توصف بالفعل. في فريق عمل كتير كبير انا بحب نحكي عنه شوي، هالفريق العمل يلي دائما بشغل متواصل لانه يخلق افكار، وفي اشخاص هن اللي بنقوا مثل لجنه موجوده عندكم لا تتنفذ هالافكار للعالم. فعلا. كيف بتصير الفكره؟ هلا دائما بتشوفوا دور الازياء العالميه. نعم. بشوف شو دارج دائما بنتبع الاشياء وبينفذوها. هالفريق العمل الكبير كثير بيتحدى حاله، وماركت باتشي يعني ما بتقبل يعني عم تتحدى حاله، ودائما في عندها ابداع بكل سنه بالكوليكسيون تبعها. بنقوا الكوليكسيون شو اللي بده ينعرض، وبينعرض بطريقه حلوه وناعمه وراكي مثل كل سنة. يعني وقتها نسمع بكلمة باتشي غير انه نحن منخاف، انتو بتخافوا كمان لانه انتو متحملين مسؤولية كتير كبيرة. فعلا. لتقدموا دايما الافضل والاحسن من سنة لسنة، لتقدروا تعطوا زبون شي جديد. يعني فعلا. قديش الشخص يعني وقت يكون شاطر بيتحمل مسؤولية زيادة ليكون مرتجي افضل وافضل. لما نقولكم يعطيكم الف عافيه على كل شيء عم نشوفه قدامنا، بالفعل الواحد ما له قلب يمد ايده ينزع هالديسبلاي الرائع والحلو. كمان ما نذكر شوي الزجاجيات او الكريستال اللي موجودين عندكم على مختلف الانواع، يعني هالشاندوليه اللي عم نشوفه قدامنا وحده بيحكي. نحن بالاجمال نحن عندنا الارتيكل كادو. نعم. وبيدخل كمان بالديكوراسيون تبع العروس، يعني. نعم. دائما وقت بدها طاوله كامله فعلا بتبلش من الشاندوليه للبوجي للاشياء الكوبيت اللي بنحط فيها الكوكيز المرسبين العراميش كله هيدا كله من باتشي. نعم. يعني بتظهر العروس النقية كلها غراده ومع زينه الطاوله كامله. أولجا بس بدنا نحكي، يعني احنا بنعرف لبنان عايش مشترك، يعني في من كل الطوائف وفي من كل التقاليد والعادات، يعني كل عروس بتظهر من بيتها بشكل مختلف عن غيرها، يعني انتم بتلحقوا هالعادات والتقاليد. أكيد. بين هالطائفه هي والطائفه هي وتعرفي حسب اعراسهم وكيف بتنفذوا هالامور هيدي. اكيد، يعني كل كل
كل في عندك تقاليد معينه مثلا. نعم. في ناس بحبوا يعطوا السوفينير بقلب البيت، في ناس بحبوا يعطوا السوفينير بقلب بكتب الكتاب، يعني كله شو الاشخاص اللي بحبوا بقلب البيت تبقى اتقل من الوقت بكون بالسوفينير بالعشاء او بال. نعم. بقى هيدا كله بندرسه، بيبقى في عنا من كل الموديلات اللي بتتبع الاشياء الثقيله، الاشياء اللوكس، الاشياء اقل كوليكسيون، الترندي، الفانكي، يعني العروس والعريس بده يكون لهم لقاء خاص معكم وقعده. نعم. انتم وياهم مع الديزاينرز ليقدروا يفهموا شو بدهم كمان وشو تقاليدهم وعاداتهم. انا اولجا بدي اقول لك يعطيكي الف عافيه، ويعطي الف عافيه كل فريق العمل يلي من دقيقه شفتهم واقفين الطاوله فاضيه وفجاه صار في قدامنا لوحه فنيه. نعم. رائعه. برجع بقول لكم دائما انتم بتبيضوا لنا وجهنا وين ما كنتوا، باي بلد عربي او اجنبي، وبلبنان طبعا منتشرين ومزينين الاسواق اللبنانيه. فين يتابعوكم العرسان؟ على شي ويب سايت؟ هلا في عنا شي جديد لباتشي اللي هو اونلاين. كل الاشخاص اللي بحبوا يهدوا طلعت على المازرز داي واخذت كثير سكسي. كل اللي بحبوا يهدوا كان بالعيد الام، عيد الأعراس، العريس، أي مناسبة اللي. نعم. كانت برات لبنان أو بقلب لبنان، نحن صرنا أونلاين على www.epatchy.com وبيهدوا بكل المناطق اللبنانية وين ما كان متوزع ب 48 ساعة بتوصل الهدية. يعني شوبينج أونلاين كمان. أي شوبينج أونلاين مزبوط. مدام أولجا ثانك يو لك، بدي أتشكر حضورك معنا، بقدي إنه أنتم الواجهة كمان، يعني اسم الله عليك ما بتقصري أبدا بكل شيء عم تحكيه، وأكيد لبقتك بتخلينا نحن إنه نكون زبائن زيادة وزيادة ضرب 10. خليلي اياك تسلم، ميرسي، كلك ذوق، ميرسي. لكن المشاهدين كنا مع ديسبلاي لاباتشي بكل المناسبات، وهلا انا بنصحكم ديسبلاي الاعراس هلا تلحقوا حالكم وتحجزوا مطرحكم لانه العجقه كثير اكيد رح بتكون على باتشي. ان شاء الله بنلتقي فيكي.